اليوم راكم معنا في محيط قاسي الطويل فيما يخص انطلاق حملة الحصاد في ولاية ورقلة. المساحة المزروعة السنة كانت 3300 هكتار، فيها بين قمح لين وقمح صلب أكثر من في حدود 2000 هكتار. احنا توقعاتنا ان شاء الله اننا نتجاوزوا اكثر من 100,000 قنطار. كانت كاينه اضافه، كانت كاينه زياده على المساحه المزروعه اكثر من العام اللي فات بحوالي 480 هكتار. وراكم شفتوا من خلال وضع جميع الامكانيات مع وسائل التخزين، الات الحصاد، كاين 19 اله حصاد راها على مستوى الولايه، كاين 6 تاع التعاونيه و3 و6 تاع الخواص تاع الولايه، والاخرين من خارج تراب الولايه.